دمشق ومطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن القصف طال منطقة جمرايا بريف دمشق ومواقع أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي. وفي وقت لاحق أفاد المرصد بسماع دوي انفجارات عنيفة في الساحل السوري ومنطقة مصياف بريف حما والمنطقة الوسطى من سوريا، بالتزامن مع استهداف المواقع العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية قرب دمشق، مشيرا إلى اشتعال النيران في مواقع تابعة لميليشيات إيران في محيط مطار دمشق الدولي. وكانت وكالة إعلام النظام أعلنت أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي. مدينة كونفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد رامي، لك أن توضح لنا حجم هذه الاستهدافات الأخيرة المتكررة من الجانب الإسرائيلي على مواقع الميليشيات الإيرانية، ماذا استهدفت تحديدا وحجم الدمار الذي خلفته إن كان الاستهداف على مراكز أسلحة؟ نعم، صباح الخير. نبدأ من محيط مطار دمشق الدولي، حيث تأكد استشهاد رئيس فئة العمال في دائرة الشحن الأرضية بمطار دمشق الدولي نتيجة استهداف شحنة أسلحة أو شحنة تابعة لإيران كانت قد وصلت في وقت سابق إلى مطار دمشق الدولي وخزنت في مراكز الشحن الذي من المفترض أن يكون مدنيا ولا علاقة له بالعسكر الإيرانية، ولكن مع الأسف على ما يبدو بأن مثل ما ذكرنا ونعيد بأن الاستهدافات تكون للشحنات الإيرانية وشحنات ميليشيات إيران سواء في محيط مطار دمشق الدولي الذي شهدت نيران تشتعل في محيطه، وأيضا في استهداف منطقة جمرايا واستهداف بطاريات الدفاع الجوي الذي أدى لمقتل 3 ضباط من الدفاع الجوي. نعم. عندما نتحدث عن تفضلي. طيب يعني هذا الاستهداف 13 من الجهات الإسرائيلية على مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا، لماذا حتى الآن أنظمة الدفاع الجوي لم تتصدى لهذه الهجمات؟ لماذا تكون فاعلة بعد وقوع الهجمات وليس حينها؟ هو السؤال يسأل، يعني لماذا تسمح روسيا للنظام باستخدام صاروخ S-300 فقط عندما كان القصف بالساحل السوري وقريب من قاعة تحميمين، ولماذا يمنع النظام من استخدام صواريخ S-300 في دمشق؟ هل روسيا هي تارة ترضى وتوجه رسائل لإسرائيل وتارة أخرى تقول بأن نحن نسيطر على الوضع في سوريا؟ أعتقد بأن يعني الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الأراضي السورية هي مستمرة، نتحدث عن 13 استهداف للأراضي السورية، ولكن الخسائر البشرية غالبيتها الساحقة من السوريين 32 شخصا قتلوا بينهم 16 عنصرا وضابطا من الدفاع الجوي الذين لا علاقة لهم بمخزونات إيران من السلاح كونهم فقط يتصدون للصواريخ الإسرائيلية، وأيضا هذا المدني الذي قتل ولا يعلم بأن هناك
ضمن الشحنات الأرضية هناك شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى تلك المنطقة. دعيني أقول لك أن إسرائيل تستبيح الأجواء السورية، لكن بالمقابل أيضا إيران تستبيح الأراضي السورية وكأنها أراضي إيرانية، تدخل السلاح حتى دون علم مخابرات النظام، يعني تتصرف كأن هذه المنطقة منطقة إيرانية صرفة. تفضلي. نعم. طيب سيد رامي، الآن الأخبار تقول بأنه أيضا المستودعات كانت في الكسوة وجمرايا. هل يعني هاتين المنطقتين تعتبر منطقتين آهلتين بالسكان، فيها تجمعات مدنية نوعا ما؟ يعني كل هذه المناطق التي نتحدث عنها هي مناطق هناك تجمعات سكانية قربها. عندما سقطت بقايا صاروخ على منطقة السيدة زينب أيضا هي منطقة أهلة في السكان. يعني إيران قلت لك بأن عندما نشاهد خط سير تخزين الأسلحة، هم لا يخزنون الأسلحة في منطقة بالصحراء، هم تخزن الأسلحة عند الحدود السورية اللبنانية، في البادية السورية، قرب دمشق. إلى متى يعني تبقى الرسائل الإيرانية والإسرائيلية يدفع ثمنها أبناء الشعب السوري، سواء كانوا من ضباط الدفاع الجوي أو العناصر أو حتى المدنيين السوريين؟ طيب شهدنا في المرات السابقة لعمليات الاستهداف الإسرائيلية على مواقع وتجمعات إيرانية بأن هناك إعادة تموضع للقوات الإيرانية أو لتوزيع مستودعاتها داخل المناطق السكانية بشكل أكبر أكثر تغلغلا، هل هذا يحدث في الفترة الأخيرة؟ لا، لأن إسرائيل الآن هي تصالحت مع إيران في منطقة غرب الفرات التي كانت تشهد إعادة تموضع. الآن القصف يتركز فقط على دمشق وريفها، على المنطقة الوسطى وعلى القنيطرة، المنطقة التي يوجد فيها مخازن كبيرة للسلاح الإيراني على مسافات طويلة من البوكمال وصولا إلى ريف حلب الشرقي. هذه المنطقة لا تتعرض على الإطلاق للقصف الإسرائيلي أقل وأسرع. طيب السؤال أيضا، يعني إن كان لديك معلومات سيد رامي، لماذا تنتظر إسرائيل إلى أن تدخل هذه الأسلحة ومن ثم يتم استهدافها حتى وإن كانت داخل مناطق سكنية؟ لماذا لا تستهدف قبل دخولها، أو على الأقل تتبع توقيت دخولها إلى سوريا؟ أو أن من يعطي المعلومات لإسرائيل هو يعطي ما يعلم من معلومات لإسرائيل وقت وصول هذه الشحنات وأين تتموضع، ولكن قد هناك شحنات كثيرة بشكل قطعي تصل إلى داخل الأراضي السورية، إلى مستودعات إيران وليس إلى قوات النظام بين مزدوجين الجيش العربي السوري، تصل إلى ميليشيات إيران. بعضها يدخل لبنان وقد دخل بالفعل، وبعضها الآخر لا يزال داخل الأراضي السورية، أن إسرائيل لم تكتشف كامل السلاح الإيراني داخل الأراضي السورية. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كونفنتري البريطانية، كان معنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.